ما تقول في علم الفراسة؟ ذاك فيه تفصيل، منه المقبول ومنه المرفوض، منه المقبول ومنه المرفوض. فالفراسة أمرها واسع جدا. مثلا العباس قال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني يعرف علامات الموت ومقدمات الموت. فالعلم هذا كبير ويحتاج إلى كتاب موسع، وإن كان هناك كتاب مصنف في هذا، لكن حمل الصحيح والضعيف.